ابن الهيثم. الجزء الثالث. وقع العالم الكبير الحسن بن الهيثم في مأزق، فقد غضب منه الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله، لأنه لم يستطع بناء سد على النيل جنوب مصر. وكانت نتيجة غضبه أن قام بتعيين ابن الهيثم في وظيفة لا تناسبه بديوان الدولة، وأصبحت تلك الوظيفة تشغل وقت عالمنا كله، فلم يعد يتمكن من الاهتمام بعلمه ونظرياته. ولأن الحاكم بأمر الله كان معروفاً ببطشه ومزاجه المتقلب، لم يتمكن الحسن بن الهيثم من الاعتذار إليه عن قبول هذه الوظيفة. ماذا؟ أتجرؤ على رفض الوظيفة التي عينتك فيها؟ أيها السجان! أمر مولاي! اذهبوا به وألقوه في السجن العميق. لا 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 لا، أرجوك يا مولاي، ما زال أمامي الكثير في الهندسة والبصريات والرياضيات لم أحقق. أرجوك يا مولاي، أرجوك. هيا لا، هيا لا 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 لا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أنت بخير يا ابن الهيثم؟ من؟ أنا جارك. كنت مستيقظا وسمعت صراخك. وما الذي يوقظك حتى ساعة متأخرة كهذه؟ اعتدت أن أصلي قيام الليل. بارك الله فيك، بارك الله فيك، الحمد لله أنا بخير. الحمد لله. ظننت أن مكروها أصابك، أو لصا هاجمك، أو أنك أو ماذا؟ أو أنك لا قدر الله جننت. جننت؟ نعم، فما الذي يجعل شخصا يصرخ هكذا في آخر الليل إلا لسبب من هذه الأسباب؟ جننت، جننت. شكرا لك يا جاري العزيز، شكرا لك. أريدك أن تحكي للجميع ما سمعته الليلة، وغدا سترافقني إلى الديوان. لماذا؟ سيعتقدون أنك أرجوك، أرجوك، وليظل هذا الطلب سرا بيننا، إنها خدمة لن أنساها. كما تريد، لابد أن أنصرف الآن، فالسهر ممنوع كما تعلم، بأمر الحاكم بأمر الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جننت، جننت. عظيم، عظيم. كان الحسن بن الهيثم يفكر في حيلة تعفيه من منصبه في ديوان الدولة دون أن يغضب الحاكم بأمر الله، فماذا فعل؟ تأخر الحسن اليوم. ليست عادته، أمر غريب فعلا. ابتعدوا عني، اتركوني، اتركوني. ما هذا الصياح؟ تعال 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 لنرى. ابتعدوا عني، ابتعدوا عني، لست مجنونا، ابتعدوا، ابتعدوا. ما الأمر يا ابن الهيثم؟ يتهمونني بالجنون، تخيل. ها؟ من يجرؤ على هذا؟ أنا. أنت لا تعرف ماذا فعل. ماذا فعلت؟ سأريك ماذا فعلت. ما, 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 ما هذا؟ انزل يا سيدي، ستسقط أرضا، وأنت شخص عجوز لن تتحمل السقوط. ولكني أيضا لا أتحمل الظلام. وما علاقة ما تفعله بالظلام؟ وأي ظلام تقصد؟ نحن في وضح النهار، ولهذا أحاول الوصول إلى الشمس. الشمس؟ نعم، لأخذ منها قطعة بهذه المغرفة. وماذا تصنع بقطعة من الشمس؟ وهل يستطيع أحد الوصول إلى الشمس؟ هل جننت أنت الآخر؟
أرأيت؟ أرأيت؟ أنت أيضاً تتهمني بالجنون. حسن حسن، أنت أعقلنا جميعاً. أخبرني، ماذا تصنع بقطعة الشمس؟ سأحتفظ بها في هذه الحقيبة القماشية، وأخذها إلى المنزل لتضيء لي المكان ليلاً، وهكذا سيصبح وقتي كله نهاراً، ولن أحتاج إلى النوم بما أننا ننام في الليل. وسأخذها معي عندما أخرج ليلاً، فلن يعترض أي جندي على خروجي، لأنني في النهار ولست في الليل. ألن تحترق الحقيبة القماشية من قطعة الشمس هذه؟ لو تفوهت بكلمة أخرى سأتهمك أنت أيضا بالجنون. إنني أسيره يا صديقي، أسيره. ولكن هل ستتهمه بالجنون؟ أعني هل ستشكوه إلى أحد؟ بالطبع، سأبلغ الوزير المسؤول عن الديوان بما حدث. هذا إن لم يكن قد عرف أصلا. لم يكن ادعاء الحسن بن الهيثم للجنون إلا حيلة ذكية ليقاوم الظلم الذي وقع عليه من الحاكم بأمر الله. وانتظر الحسن رد فعل الخليفة. أمر غريب. طبعا يا مولاي، لقد خسرنا عالما كبيرا. أي عالم؟ الحسن بن الهيثم يا مولاي. عالم فاشل فاشل. أنسيت نظرياته عن السد والنيل؟ لم يحقق منها حرفا واحدا. أذكر أنه قال إنها صعبة التنفيذ في الوقت الحالي، وربما تحققت في زمن قادم. وهل سأعود للظهور في زمن قادم؟ سحقا سحقا، لا تذكرني بهذا الأمر. أعتقد أن ما أصاب ابن الهيثم هو بسبب ضغط العمل، فهو في النهاية عالم وليس موظفا. قلت لك لا تصفه بالعالم مرة أخرى. عذرا يا مولاي. حسنا حسنا، بما أنه جن فقد أصبح خطرا، لذا يجب أن يعزل عن الناس. أمر الحاكم بأمر الله أن يتم تعيين حراس على منزل الحسن بن الهيثم، وصادر أمواله وعزله في منزله مانعا إياه من الخروج. ولكن الحسن بن الهيثم استغل هذه الفرصة لمزيد من التأمل وصفاء البال. ماذا يفعل؟ يمارس مزيدا من الجنون. كيف؟ إنه يكتب على الحائط. لقد ساءت حالته. كان قرار الحاكم بأمر الله بعزله في منزله قرارا حكيما. أخشى أن تسوء حالته أكثر فيبدأ في مهاجمتنا. ولما تعتقد أنهم منحونا سلاحا لندافع به عن أنفسنا؟ بالطبع. ترى ما هذه الرسوم الغريبة التي يرسمها على الحائط؟ ربما تكون هذه هي طريقة الإبصار، ولكن هذا الاكتشاف يفوق كونه مجرد تحليل لنظرية الإبصار. إن الصور يمكنها أن تنتقل من مكان إلى آخر ويكلم نفسه أيضا. لا عليك لا عليك، مهمتنا حراسة المنزل وليست مراقبة ساكنه. مات الحاكم بأمر الله، مات الخليفة. يا أهل مصر المحروسة، لقد توفي الحاكم بأمر الله، لقد مات الخليفة. ماذا؟ ماذا نفعل؟ كنا نقف هنا بأمر الخليفة، والآن هل ما سمعته صحيح؟ نعم. والآن
فلنعد من حيث أتينا. أشتم رائحة الحرية. انتهت فترة عزل الحسن بن الهيثم بموت الحاكم بأمر الله الذي أصدر عليه هذا الحكم. لا فائدة الآن من استمرار ادعاء الجنون يا ابن الهيثم، فقد عاد إليك منزلك. لا أريده، سأبحث عن منزل آخر. اختار الحسن بن الهيثم منزلا قريبا من الجامع الأزهر وأقام هناك ما بقي له من العمر، يبحث ويجرب ويؤلف، وتوصل إلى كثير من النظريات في الفلك والطب والبصريات والهندسة، وظل منشغلا بالعلم حتى وفاته عام 430 من الهجرة. وكان ابن الهيثم سابقا لعصره، فقد تحققت نظريته في بناء السد على النيل، ولكن في زمن سمحت فيه تقنيات البناء بذلك، كما كانت نظريته في الضوء وانعكاس الخيالات المقلوبة مقدمة لصناعة كاميرا التصوير الفوتوغرافي. وكان دائما يقول: سعيت دوما نحو المعرفة والحقيقة، وآمنت بأني لكي أتقرب إلى الله يجب أن أفيد البشرية بما عرفته من علوم ومعارف. اللهم زدني علما وانفعني بما علمتني، واجعل ما علمتني نفعا كبيرا لي.